لما ننتقل لزميلتنا رشا أيوب الموجودة بمشفى الأسد الجامعي لتشييع جثمان الكبير المخرج الكبير بسام الملا، لتطلعنا على طبعا هذا الحدث يلي آلم العالم الفني السوري. يسعد صباحك رشا. صباح الخير زينب، وصباح الخير لكل مشاهدينا الإخبارية السورية. نحن هلا متواجدين معكم من امام مشفى الاسد الجامعي لنكون معكم بمراسم التشييع واللحظات الوداع الاخيره للمخرج الراحل السوري بسام الملا، يلي ودع الحياه ولبى نداء ربه يوم السبت 22 كانون الثاني اثناء تواجده في لبنان عن عمر يناهز 66 عام. طبعا التشييع وسط حضور من الوسط الفني وفعاليات رسمية وثقافية. رح نكون معكم ضمن مراسم التشييع على هواء الإخبارية السورية. ستة ماضر بدنا نقول لك عزائنا واحد اليوم، والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله. العمر لكم يا رب، الله يرحمه. يعني صراحة نحن فقدنا قامة فنية سورية كبيرة، مصاب جلل، نقول الله يرحمه ويصبر أهله ويصبر محبينه، وقدر الله ما شاء فعل. أكيد بالأشهر القريبة الماضية فقدت سوريا قامات كتير مهمة فنية بأسماء كتير كبرى، أكيد السلام لأرواحهم جميعا. اليوم قد إيه غياب أسماء كبيرة مثل بسام الملا، صباح فخري، ميادة بساليس، له أثر واضح على المسيرة الفنية؟ صحيح، هلا نحن الأمانة بنعتبرهم النقابة الفنية هي بيتهم الثاني، فنحن كل عمود من هدول الأعمدة عم نخسرهم، يعني هي ما بتسقط نقابة الفنية بس هي بتتزعزع بأعمدة هي كانت مؤسسة لنقابة الفنانين، عم نحس بالفجع مثل أهله لأنه هذا بيتهم الثاني، فتلاقينا بإيد بإيد معهم لأنه بيتهم الثاني وفقدناهم الله يرحمهم. شكرا العمر لك ولكل محبين ولكل الشعب السوري. نحن مكملين معكم زينب، ومعنا احد اقرباء المخرج بسام الملا. بدي اقول لك الله يرحمه، واكيد تعازينا اليوم واحده لكل الشعب السوري. حبيبتي تعازينا واحد، نحن لبنان وسوريا وكل الوطن العربي فقدنا انسان كثير كبير، قدوه للفن، قدوه للخير وللعطاء وللصدقه. كان باي، كان عشرة عمر نحن وياه، فقدنا إنسان كتير غالي كتير غالي، وكل بيت وكل وطن العربي وكل بيت وكل قلب عربي فقد الأستاذ بسام. كنتي أثناء وفاته في بيروت في لبنان؟ إيه كانت. خبرينا، يعني نحن بنعرف إنه هو ما كان عم بيعاني غير من أعراض روتينية من مرض السكر، لهيك كانت خبر وفاته صدمة كتير قوية بالوسط الفني وبين أكيد الشعب السوري. هو صار له فترة السكر عم يعاني منه، بس كان واعي ونحكي نحن وياه ونقعد نحن وياه ويوميا سوا، وموته كانت مفاجأة، كنا قاعدين نحن وياه يعني قاعدين نحن وياه ثواني، ما في ثواني، يعني هي حكمة الله. وكان بكامل يعني كامل بنحكي ونسولف، وما كان بغيبوبة او هاي الامور ابدا، بس كان السكر تعبه اخر فترة. طبعا. الله يرحمه، والعمر لكم ولكل محبينه. بدي اتشكرك، شكرا. طبعا زينب نيرمين، اهل الفقيد متواجدين ضمن المشفى، ولكن نحن ما قدرنا انه نحن يكون معنا حدا منهم بسبب الحاله النفسيه يلي هنن مأثر عليهم بشكل كثير مباشر، ولكن بعد لحظات تقريبا على الساعه 11 حيكون التشييع بمراسم لمراسم الوداع الاخيره للمخرج بسام الملا. رح نترككم مع الصورة ضمن مشفى الأسد الجامعي. نعم شكرا لك. نعم شكرا لك رشا، يعني كنت معنا مباشرة من الأسد الجامعي لنقل مراسيم تشييع الراحل المخرج الراحل بسام الملا. المخرج بسام الملا هو أحد القامات الفنية الكبيرة اللي تركت بصمتها، وكان زينب هو سفير للبيئة الشامية بمختلف أعماله. شفنا على السوشيال ميديا كثير من الفنانين يلي كانوا عم ينعوا المخرج الراحل، وكانوا عم يذكروا بعض ذكرياتهم معهم. للأسف يوم بعد يوم عم نودع قامات فنية كبيرة عندنا بسوريا.
أكيد نقول الرحمة لروحه، وأكيد الصبر والسلوان لأهله، وأكيد بنقول يعني خسرنا، عم نخسر كتير هالسنة، كتير خسرنا يمكن قامات سورية، وهلا مثل ما قلنا عماد وعراب البيئة الشامية كمخرج، نقول الله يرحمه وإن شاء الله بقى ما عاد نخسر كتير من القامات السورية اللي هي موجودة عنا وبنفتخر فيها، لأنه هو عراب وسفير للبيئة الشامية، نقل مو بس داخل سوريا، نقل للبلدان العربية وصارت مشهورة بفضله. صحيح، يعني كل الرحمة مجددا للمخرج بسام الملا، وأكيد هيك أشخاص عظماء ما بيموتوا، أعمالهم بتضل بتحكي عنهم لسنوات كتير طويلة.